في إطار مشاركة وزارة الصحة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، استعرض الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة تجربة مملكة البحرين حول خدمات الصحة النفسية، مبينا بأنها تماثل التجارب الناجحة لمختلف الدول المتقدمة في مجال الصحة النفسية، مؤكدا على أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد اهتمت بشكل خاص بتوفير الرعاية الصحية والطبية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين عبر حزمة من البرامج الوقائية والعلاجية والتوسع في شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها، وذلك وفق استراتيجية تعمل على رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وفق أحدث الأنظمة العالمية، موضحا بأن النظام الصحي في المملكة يستند على برنامج عمل الحكومة الذي يتضمن عددا من الأولويات في مجال الارتقاء بالخدمات الصحية، إذ تمضي الحكومة قدما في تطوير قطاع الرعاية الصحية، ومن بين أهم الخطوات إقرار الخطة الوطنية للصحة للأعوام 2016 وحتى العام 2025. وأشار سعادة وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه الخطة حددت سياسة متكاملة تشتمل على 17 مبادرة مهمة لتقديم خدمات متطورة في الصحة النفسية.